فكرة عند المراهق بتتكون ازاي؟ بتبقى عاملة زي البالونة اللي بتتنفخ فجأة، ما بيبقاش فيها عنصر الخبرة اللي بيدي كثافة وبيخلي الفكرة تتخمر فبتتنفخ بسرعة. البالونة دي لما تيجي تتفرغ عند الأب والأم ما بيدوهاش فرصة، بيسيبوها دايما مكتومة. بيروح يفرغها فين؟ مع حد من أصحابه بيسمعه ويحتويه وينبهر بكلامه، ممكن يقتنع بيه وبعد كده يناقشه. الأب والأم في الغالب ما بيعملوش كده، اسكت بكرة هتعرف، اسكت بكرة هتفهم، خلينا نعرف أكتر منك، أنا أختار لك، أنا اللي هقول لك تعمل إيه، أنا اللي فاهم أنت مش فاهم. كلام هنا مش أقرب لأنواع الشخصية الجدلية اللي احنا بنتكلم عليها، بس أقرب بكتير جدا، لأن احنا مش فاهمين يعني إيه تربية إيجابية. قسميها لخمس أنواع من الشخصيات. أنا صح اللي هو الشخص الجدلي الاستحواذي، وده قلنا أخف الضرر لأنه بيحدث بعض الكبت عند الطرف الثاني اللي هو خلاص انتهى الكلام وينهي الحوار بدون احترام لرغبة الآخر في النقاش. ده النوع الأول اللي هو الجدلي الاستحواذي. النوع الثاني الجدلي الاضطهادي، اللي شايف كل الناس ضده، واللي شايف أن كل الناس بتتآمر عليه، واللي شايف أن أي حد هيعنده أو هيقوله رأيه مختلف هو بيحاربه وبيعديه ولازم يدافع عن نفسه. النوع الثالث هو الجدلي السوفسطائي، اللي بيجادل من أجل الجدل، اللي بيستهلك ويستنزف ويخلي قوى الآخر تنهار ويسعد بهذا الانتصار. النوع الرابع الجدلي اللي عنده ضعف في ثقته بنفسه بشكل كبير. والخامس هو الجدلي بالصدفة، اللي كان قاعد مع حد ومش لاقي حاجة يتكلم فيها، فلقى انه فلان لما بيجادل الناس كلها بتنبهر بيه او بتتكلم معاه، فقال لك ايه رأيك لما اعمل كده، وده مبقاش عنده اي نية خالص خالص غير انه هو يحرج الطرف الاخر. يعني لو بقى قاعدين مثلا، والله الاستاذة دانيا دي مذيعة هايلة، بس عشان شكلها حلو، على فكرة دي مذيعة كويسة جدا، بس عشان اللي هو دايما تلاقيه هو قاعد في حلقة نقاش بيوجد. أو وسط مجموعة يقولك بس عشان كذا، بس عشان كذا، ده مش يوجد، يختلق. ده يختلق العيب في أي شيء. أنا ما بنبقاش واخدين بالنا. كل حاجة بتبقى باينة من الأول، بس إحنا اللي بننبهر الأول بصفات ممكن نكون مخدوعين فيها أكتر. وصدقيني إن قدر الانتصارات اللي بتحققها في حياتك مرتبط بقدر الانكسارات اللي تسبب فيها ناس كتيرة ممرضة بالشكل ده. طبعا. وكل ما تستفيدي منهم كل ما ده هيفيدك أكتر. كل ما تقربي منهم أكتر وتتعلمي منهم أكتر وتنقلي الخبرات دي المواقف تالية أكتر، هتلاقي إن استفادتك بقت أكبر. أوعي في أي حال من الأحوال إنك تقرري إنك تعالجي حد من الشخصيات دي، ما يتعالجش خالص. لو حاولتي إنك تلجئي لعلاج هذا الشخص، يبقى هو بيحقق اللي هو عايزه، يبقى هو بيستهلكك زيادة ويستنزفك زيادة ويقلل من قدراتك وإمكانياتك طول الوقت على أمل إن هو ينتصر عليك أو يكسرك. خلينا ناخد أكتر من نوع منهم إن شاء الله نقدر نجاوب عليهم. بس عايز أقولك على حاجة بسيطة قوي. يمكن كتير من الناس لما بتيجي تتكلم عن الشخص المجادل أو اللي شايف إنه هو صح، زي ما كل واحد من التصنيفات الخمسة ليه أعراض تشخيصية مختلفة، كذلك ليه طريقة مختلفة في التعامل معاه. ولو شخصتي غلط هتتعامل معاه غلط. هل ممكن أنا أشخص حد كده؟ طبعا مش كريتيريا. يعني لما أنا دلوقتي لما سمعت حضرتك بتقول الكلام ده، أنا كمشاهد مثلا، أيوة تمام، هل أنا بقى كمشاهد بقى عندي القدرة إن أنا أشخص حد أقول عليه ده أصل ده مجادل سوفسطائي؟ شوفي، الكريتيريا اوف بيرسوناليتي او محكات الشخصيه ده نمط من انماط الشخصيات. يعني انا مش بشخصه بشكل مرضي، انا بصنفه وفقا لانواع الشخصيات المختلفه. زي لما انا اتكلم عن حد بيتاثر باقل كلمه وحد رومانسي وحد حساس، فبنقول ان دي الشخصيه الحساسه. السنسيتيف بيرسوناليتي لما نيجي نتكلم عنها بتلاقي اللي بيسمعنا بيقول لك ايوه انا كده. طب بس بنقول لك خد بالك ان السنسيتيف بيرسوناليتي بتتحول لو ما اتعالجتش لاوفر سنسيتيف بيرسوناليتي، تبقى الكلمه الصغيره بتكبرها واقل موقف بيأثر فيك وادفه شخص بيحدث فيك يعني اكبر اثر. يعني عيط على طول. ونقول له خد بالك ان برضه لو ده ما اتعالجش الاوفر سنسيتيف بيرسوناليتي بتتحول لهايبرتنشن بيرسوناليتي، يعني تبقى طول الوقت ماشي على دماغك مش على رجليك، يعني تبقى طول الوقت ستريسد، يعني اتفه شخص يسيب فيك اكبر اثر، يعني اقل موقف يسيب فيك اكبر علامه. ونقول له كمان خد بالك ان الاوفر سنسيتيف بيرسوناليتي لما ما بتتعالجش بتتحول لاوبسيسيف بيرسوناليتي، يعني بتبقى شخصيه وسواسيه بيرفكشنستك، ويضايقك جدا ان المج ده ما ينفعش يتحط كده، وتبقى قاعد في قمه الالم لو انت شفت المج ده وهو معوج، وتبقى متضايق ان الحاجه ما اتعملتش صح، وانك ما وصلتش في الميعاد، وان الضيف ما جاش في ميعاده، وتبقى متنرفز ان التليفون ما فتحش، وان انا ما عرفتش اقرا الكومنتس بتاعه الصفحه. شوفي، خليني اقول لحضرتك على حاجه. هو ما فيش مانع ابدا ان الراجل يبقى حكيم ويتنازل وما يقولش رايه. والراجل فعلا الحكيم هو اللي مش دايما بيصر على رايه.
والراجل فعلا الحكيم هو اللي بيتنازل كتير جدا عشان رأي غيره سواء كانت زوجته أو زميله. حضرتك بتقول عليه الحكيم. آه الحكيم يعني العاقل طبعا، لأن أحد أنواع العقول هو العقل الحكيم. آه لأن احنا عندنا عقل حاضر هو ده اللي بيبان مننا، وعندنا عقل باطن ده اللي بيخلق تصرفات ملا شعورية، وعندنا عقل حكيم ده اللي احنا بنحاول نوصله. العقل الحكيم هو اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب ينصح الراجل اللي بره لما قال لما جئتني، قال جئتك كي أشكو زوجتي، قال لما لم تشتكي، قال سمعت زوجتك، قال أولم كذا أولم كذا أولم كذا، الحديث اللي كل الناس عارفاه، عملت لي وعملت لي وعملت لي طبعا. فدي حكمة من سيدنا عمر. الحكمة الأكبر من سيدنا محمد لما كان ينص عن السيدة عائشة كان إذا ما دخل النبي يجمع ما أفسدت أنا وصوي حباتي، اللي هو تصغير صحباتي. فالرجل الحكيم ما بيقولهاش لا أنت بوظت البيت، لا أنت أصحابك لما بيجوا بيبهدلوا الدنيا، لا ما تقابليش صحبتك فلانة لأنك بترجع من عندها مشحونة، لا أنا مش عايزك تقابلي حد أنا عايزك لي أنا لوحدي، لا ما تروحيش عند مامتك مرة كل أسبوع عشان بترجع من هناك مضغوطة. الحكيم هو اللي بيتنازل، وكل ما الإنسان يتنازل في الرأي مع الآخر يرتفع قدره عند الآخر. الله. وكل ما يتنازل في التواصل مع الآخر ترتفع مكانته في قلب الآخر. للأسف إن كتير من الناس إذا ما قدمت التنازلات بتصدم في الطرف الآخر بالزبط. إن هو ما قدرش هذا التنازل. بس عشان كده بنقول لك أعرف أنهي نوع من الخمسة اللي هو بيقول أنا صح وبيجادلك ممكن لما تتكلم معاه تتنازل. عايز أنصح حضرتك نصيحة نفسية مهمة جدا. لما تتكلمي مع حد ويقول لك على فكرة أنا صح وأنت غلط، قولي له برافو عليك عندك حق. ودايما لما بتسأل هو أنت إزاي بتقدر تحافظ على التوازن النفسي ده طول الوقت، أنا ما بجادلش حد خالص خالص، مريح نهائيا، مريح دماغك. وساعات تيجي تقولي لحد لا انا ما بجادلش حد، يقولك بس انت غلط كده، اقول له عندك حق انا غلط برضه. 1+1=2 عند نمط الشخصيه العقلانيه. 1+1=11 عند نمط الشخصيه البصريه لان هم جنب بعض. 1+1 ما يساووش خالص عند الناس اللي عندهم ثقه بنفسهم اقل.